جهاز الكمبيوتر عندك بيعلق مش عارف شو المشكلة، عندك مساحة مستهلكة بشكل غير طبيعي وانت مش عارف وين هذه المساحة التخزين مستهلكة، راح نحل لك هاي المشكلة. المشكلة ببساطة هي التحديثات المستمرة للويندوز او البرامج الاخرى، فعندك بصير بعض التحديثات فبتبقى الملفات القديمة تشكل ضغط وتستهلك المساحة وتستهلك أداء المعالج وأداء الهارد ديسك. راح نحل لكم هاي المشكلة، كملوا معنا بالفيديو. يا جماعة الخير، الحل راح يكون على ثلاثة خطوات. الخطوة الأولى وهي نضغط على إشارة الويندوز وحرف الآر ونكتب تم، تطلع لنا هذه الملفات. نضغط على كنترول وحرف الاي ونضغط على ديليت ومنحط دو فول اور كرنت ايتمز ونحط سكيب سكيب سكيب. تمام، اللي ما يرضي يحذف تتركه. كمان نضغط على حرف الويندوز وحرف الار والتيم، هنا بنحط اشارة 100% بالبداية والنهاية، بنحط اوكي وندخل على ملفات اخرى برضو نفس الكلام، بنحط ديليت بنحط سكيب باي اشي ما برضي يحذف. تمام، نفس الكلام هون وبنطلع. برضو في عندك كمان ويندوز وحرف الار، في عندك هذا الخيار بريفيتش نفس الكلام، كنترول حرف الـ A ونحذف، وأي شيء ما برضى يحذف نتركه. سكيب نعمله ونطلع. الآن يا جماعة الخير خلصنا الخطوة الأولى، الآن طبعا يا جماعة الخير بعديها الآن بننتقل إلى سلة المحذوفات، بنضغط كنترول A وهنا ركز علشان ما تحذفني وروح على سلة المحذوفات الأخرى. نضغط على Shift مع Delete، نضغط Yes، هيك بحذفهن بشكل نهائي من الكمبيوتر. طبعا يا جماعة الخير الخطوة الثانية وهي حذف البرامج الغير ضرورية، ندخل على البحث ونختار Apps and Features، نبحث عنها وندخل. طبعا هو راح يبين لك جميع التطبيقات اللي انت تقريبا ما تستخدمها او تستخدمها بشكل قليل، فانت شوف الاشي اللي ما بدك اياه وقوم بحذفه، هذا راح يوفر لك سرعة بالاداء يعني، وراح يوفر لك ايضا مساحة. الاشي الثاني يا جماعة الخير اللي ضروري نعمله علشان نسرع الجهاز، نذهب الى الماي كمبيوتر، نضغط على بارتيشن سي ونضغط على رايت كليك بروبرتيز ونضغط على تولز وبنختار اوبتمايز من هون وبنضغط على اوبتمايز، بيبدا عندك يعد عداد ويحسن، بعد ما يخلص انت بتحط كلوز. والان ننتقل الى اخر خطوه. طبعا يا جماعه الخير الخطوه الاخيره بنروح على السيرش وبنكتب على بنبحث عن ديسك كلين اب، ندخل على هذه الاداه وانا بظهر لك الاشياء اللي انت لازم تحذفها، الاشياء المؤقته اللي موجوده مثلا بالريسايكل بين، طبعا انا حذفناها قبل شوي، ضغطنا على شفت ديليت تمبوراري فايلز، واي ملف انت ما بدك اياه قم بتحديده وبتحط على اوكي وتحط ديليت ذيس فايلز وبتصبر عليه لحتى يعمل كلين. طبعا يا جماعه الخير احنا هيك بنكون نظفنا لكم الجهاز وعملنا كلين اب وسرعناه، بتمنى يكون الشرح عجبكم. اذا وصلتوا لهون بتمنى تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس وتكونوا استفدتوا، نلقاكم في فيديو اخر.